هل المداومة على صيام كل اثنين وخميس وكذلك قراءة سورة الكهف أيضا في كل يوم جمعة وعدم ترك ذلك لا في سفر ولا في حضر، هل يعد ذلك من البدع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع سنة، ومن يصوم هذين اليومين ويداوم على ذلك فإنه يرجى له الأجر والثواب من الله عز وجل لأنه عمل بالسنة، وليس ذلك من البدع بل هذا من السنة لورود الأدلة على ذلك. وأما قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فقد ورد فيها أيضا ما يدل على فضيلة ذلك، فلا يعد من فعله وداوم عليه مبتدعا لأنه قد ورد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مشروعيته، فيرجى لمن فعله وداوم عليه الأجر والثواب إن شاء الله. نعم.